26 years. بحضور ضيوف من مختلف أنحاء العالم، شهد البيت الأبيض الليلة حدثا تاريخيا بتوقيع معاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل واتفاقية إعلان تأييد السلام مع إسرائيل بين المنامة وتل أبيب. ووقع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقعا على معاهدة السلام بين البلدين، فيما وقع عن الجانب البحريني وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني، وذلك بعدما أعلنت بلاده قبل أيام توصلها إلى اتفاق مماثل مع إسرائيل. وكان الرئيس الأمريكي في استقبال كل من وزيري الخارجية الإماراتي والبحريني ورئيس الوزراء الإسرائيلي في البيت الأبيض، حيث عقد معهم محادثات ثنائية.